مسألة التزمين للرد هو يظل سرا باعتبار أنه جزء من الرد لكي يظل كيان العدو الإسرائيلي في حالة قلق وترقب وألا يعود إلى وضعه الطبيعي، لكن المؤكد بأن هذا الرد حتمي وقادم وبأنه مؤثر بإذن الله، سواء من هنا في اليمن أو بالنسبة ل يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. معادلة الرد اليوم يعني كما ذكر ضيوفك يعني أصبحت واضحة بأن هناك جبهات تطلق النار على إسرائيل، تضرب إسرائيل، تضرب الصواريخ والمسيرات. صحيح أن حزب الله هي الجبهة الأقرب، لديه نقاط قوة باعتبار أنه يستطيع أن يوصل المسيرات والصواريخ بسرعة كبيرة ويعني بقدرة يعني أكبر. نحن بالنسبة لنا الجغرافيا هي العائق، لأننا يعني نعتبر أبعد جبهة وأبعد جغرافيا تساهم في هذه المعركة وتضرب كان العدو الإسرائيلي. نحتاج إلى مدايات طويلة جدا في من الصواريخ والمسيرات، وهذه يعني مشكلة. لكن أيضا حزب الله تكون هناك مشكلة باعتبار أن وصول الطيران الأمريكي الإسرائيلي إلى لبنان أسرع، وأيضا استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة لضرب الصواريخ وغيرها من فلسطين المحتلة أكثر يعني إمكانية، بينما هو يعاني عندما يأتي إلى اليمن أو يذهب إلى إيران سيحتاج إلى محطات وإلى اختراق أجواء دول أخرى. فيعني هذه معادلة حزب الله. أيضا من الأمور التي يمكن أن نضيء عليها يعني هو اليوم عندما لم يستخدم الصواريخ البالستية والمجنحة والصواريخ أو يسمى ما يسمى بالصواريخ الدقيقة، هو أراد أن يقول بأن هناك معادلة أخرى، سقف آخر للتصعيد، وأننا لم نحتاج إلى استخدام ذلك، استخدمنا نوع معين من المسيرات وهناك أنواع أخرى أكثر يعني قدرة وأكثر تدميرا. استخدمنا نوع من الصواريخ وهي صواريخ بسيطة التي هي الكاتيوشا، وهناك ما هو أكبر وأكبر وأكبر من الصواريخ. يعني أنه يقول بأننا ما زلنا نستخدم سقف منخفض من التصعيد وأننا لدينا قدرة أكبر، وإلا هو كان بالإمكان أن يستخدم أنواع كثيرة من الصواريخ، لكن هو أولا لا يريد الكشف هذه الأسلحة، ثانيا يريد أن يقول بأن هناك أسقف أخرى يمكن أن تكون حامية للبنان وللشعب اللبناني. وهو كان واضح في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم بأنه يريد أن يكون هناك تنفيذ شعبي في الداخل نعم اللبناني، يعني إرخاء أعصاب قليلا لأن الاقتصاد لا يحتمل وكثير من المعادلات الداخلية تحتاج إلى هدوء نسبيا. ولكن تظل أن تجزئة الرد والذهاب إلى رد متفرق جغرافيا يخلق معادلة رعب وضغط على كيان العدو الإسرائيلي، وأيضا يصاحب ويسبق ويأتي بعد عملية التفاوض لكي يدعمها. وهذا كان كلام السيد حسن واضح في هذا الجانب. يعني الآن توزعت الجبهات وتوزعت عمليات الرد ما بين ضربات، أولا جاء الرد هذا بعد جولة من المفاوضات، الآن هذه تتخلل أيضا جولة من المفاوضات، ستأتي نعم ضربات مفاوضات ما إلى ذلك، هكذا تتوزع الرد حتى يخلق ضغطا، يخلق يعني أوراق إضافية يساند المفاوض الفلسطيني في المفاوضات أمام كيان العدو الإسرائيلي.